أسواق كي جاك هاد الصلصة هادي هادي زوينة مقرملة فيها الكمون معرفتش شنو دايرين فيها كتحليها ولكن هاد الصلصة حارة معرفتش شنو مذاق صراحة هذا الحار فيها مطيشة هادي السلام عليكم خوتي مرحبا بكم معنا في القناة ديالي نسوى أسواق في فيديو جديد إن شاء الله نتمنى غادي يعجبكم إن شاء الله اليوم اختارينا من أنا وأسواق واحد المطعم هندي اسمه قصر الهندي نجربوا الأكل الهندي إن شاء الله الأصيل ديالهم وطلبنا شي طرابيات نديرو داكشي ديال تشيكي هندي من دابا الوقت التذوق كاين هذا او ريحته زوينه هذا برياني بالدجاج عطيني شويه نشوف جبت طبسه هنا باش ما نطيحش زيد عمر انا راه خصني باش نذوق نشوف هذا برياني بالدجاج ودايرين فيه الكاجو وفيه التوابل ديالهم هما عندهم واحد التوابل خاصه وهذا برياني هو بخضر دوك عليا سعطي مع الخضر عطيني التليفون باش زوين احنا سبق كنا كلينا البرياني ولكن هذا هندي بطريقة الهندية الاصيل
واو واعر يا يوم. انت خويتها راسك داك الاخر ما خويتهاش. كاين جوج ديال انواع ديال الروز، كاين واحد كيديروا فيه المريقه ديالو بالتوابل، وكاين الثاني كيكون ناشف بحال السلطه كيحطوا عليه البصل. واو واعر. كيديروا عليه حتى النعناع الورق الاخضر، وكيديروا عليه بصيلات وهاد الفلفل الاحمر. هذيك خضر، هذا برياني بالخضر. برياني بالخضر هو حتى داك الدرع ياك. هذا الشيء. واو شنو هي هادي؟ هاد الناشف حسن من الاخر. هذاك الفلفل الاحمر. هذا الفلفل الاحمر شكون هو؟ وهادي لوبيا. هادو مسوطيين هم هاد الخضر. وكاين واحد الطبق واعر انا صورتوكم غتشوفوه. دايره سلطه مكونه من اللحم مشوي، ودايرين خضر، ودايرين فيها بصله وفلفله ومطيشه ياك. وداك الخس، الخس اللي داير اللون ديالو بنفسجي عرفتي؟ هذا شنو سميتو؟ خس. هذاك خس ماشي كرومب، هذا خس كيكون خضر عنده الوريقات شويه في اللون بنفسجي. ايوه مشروب النعناع واعر صراحة. هادشي عندهم رائع، عندوك هاد الصلصة، عندهم الصلصة خطيرين. أنا فيها الجوع الدراري، واحد الماكلة. واو صراحة هاد الصلصة هادو اللي عطاونا في الأول اللي شوية معجبونيش بزاف ما ذاقناهم. تسد أنواع الصلصة. هاديك وحدة حارة فيها داكشي مخلل زوين، ولكن وحدة غنوريكم هادي اللي خضرا. أين نشوف؟ أصبر، هادي اللي لونها بحال الأخضر فيها واحد الريحة بحال الحنة. الحنة ما عرفتش شنو دايرين فيها، ما تكون هادو غير كياكلو الحنة هاد الناس. ما يكونو غير كياكلو الحنة. كاين هادو ديما كيحطو بحال حنا كنحطو الطعام، كنحطو مع الحليب اللبن يعرفون هما كيحطو مع الروب. صراحة واعر كتخلطو كتاكلو. اشواق كيجاك الطعم ديال الهنود صراحه واعر. ها روز ما عمري ذقت في حياتي شي روز بحال هذا. واه قرب الصراحه والله العظيم ما كذبت راه فري. كاين هذا كيف ما قلت لكم قبيله، كاين يكون في البهارات ديالو يعني التوابل، يعني كيكون بحال فيه المريقه شويه، اما هذا كيكون ناشف وفيه الضرب بحال السلطه كيزوقوه بالبصيله وكذا، ويني بنين واعر، وكيكون فيه حتى داك الذره اللي سميت داك الذره شنو؟ مايز كنقول لك مايز. اييه ومازال خصك ممكن تدوقي السلطه. هذه هي السلطه اللي مكونه من اللحم. شوفوا من فاش دايرينها، دايرين بحال داك الخبز وطالعينها بحال الورد. مشكلة كان خاصني نبركو نهرس هذا الشيء. كي جاسك؟ واعره. مشكم مكون هذا شوا؟ دجاج مشرملين بواحد العطريه بنينه وباهي. الدجاج راه مشوي. هو مشوي ولكن ملي داروا مع السلطة صفروا راه المهم بارد يعني ماشي سخون. ولكن واعر. واش لادا دايرين خضيرة عادي بحال اللي كنديرو حنا في الفلامة مطيشة بالصلاة، خاص غير هو مدير فيه واحد التتبيلة زوينة. صح. خاصة. بنينة. عصير الحارة بالليمون من النعناع الصراحة هادشي واعر بنين بزاف. عرفتي اللي عجبني بزاف هو هذا ديال الناشف. ما عجبني هذاك مع فيه كرجو وزبيب. أنا عجبني كسب تاع الدجاج واعر. خصني ندوق هذه ديال السلطة اللي قالت لك زوينة زوينة. شوف كي جات؟ لا واعرة. فين ما هي الصلاه؟ كي داير المشروب ديالك؟ انا خديت ديال النعناع زوين. انا عندي ديال الحامض بالنعناع حتى هو زوين. زوين واعر كيكون بارد كيحيد شي حاجه على القلب. يون ساليتي الصحن ديالك؟ ساليتي الصحن؟ قريب.
الوقت بني هانشوف ماكين هنايا باش تغسلو يديكم تغسلو إذا ما تعقمو يديكم في الأخر، وهنايا لعبات السنان باش تنقيو سنانكم. هذا ديال الحلوة ولا ماعرف شنو هنا باش تحلي في الأخر زعما باش كتسنعش الفم ديالك. شريتي ولا شبعتي؟ صافي الروح واعر واعر. شبعتي؟ والله شبع الحمد لله، كان الأكل زوين نظيف نقي داكشي بنين بنين على طريقو زعما حقو طريقو حقو على طريقو. لا الصراحة دابا تلفولي المشاعر. المشاعر تلفولك هما بالمصطلحات معقول اللذة اللي كاين في هذا المطعم. يوم صداقة صافي دابا خاصك تنعس. صراحة هو حق والله العظيم بنين بزاف. دابا خاصك تنعس. ما عمري ما حسبني الاكل الهندي اللي ديت لهاد الدرجه. واو والله الصراحه والله كان كنت كنسمع عليه. الى جي واحد المعلومه كاينه راني نصور صراحه، يعني هذا هو اقدم مطعم هندي في الامارات. ديروا لايك على هادي باش ما تنساوش. ديروا لايك باش ما تنساوش. صافي راه شبعوا من الشوقه ملوا مني. عرفتي داك اللبسه اللي لابس بحال داك الكرسي اللي حداك بحال هذا اللون. جاك داك الشيء حتى للسوق هاك باش تناقش هاك هانتوما خوتي يلا باش نوريكم اش واخا كانت قالت لي شنو هاد العجب هذا ما عرفتش انا ما عرفتش الصراحه ما عرفتش شنو هاد العجب وري نشوف اري نشوف كيكون مع داك الجلبان اسميتها شنو كديرهم بحال هكا بصحة وراحة ما شربتيش عصيرك ما عجبكش صافي حبيبتي راه والله الا لابس والله الا هذا المطعم داير بحال اللون ديالك شفت الغطاء تاع الطبله في الصفر وانتم وفي داك الكرسي فيه بحال الزيتي لا في الفلوق اللي داز وها انت الخضيضر في العصير داكشي بحال اللون اللي لابس راهم ليه الا كتشوف عين صوتك بس عارفيني انه التمساح انه ليس شخصا عاديا يس How was the food? Everything was fine? Yeah. Please write the comment on Zomato, ma'am. What? Please write the comment on Zomato. Okay. Please write the comment. Okay. Simsim lagta lavat. Simsim talaba? But maybe you know, sir. So you write, sir. Okay, dear. Right now, sir. اش كدير يا شوق؟ تسخط لك خميجة صافي؟ ديما حاصل فيك انا. انا شتي حاصل فيا مشكلة تحت لي هادشي صفر وانا لابسة خميجة بيضاء. شو هادشي؟ عرفتي شي زول هادشي؟ راه دابا يزول تانت هي. المهم الاخوان خرجنا انا واشواق من المطعم اللي كنا فيه راني خارج وحيد الكمام مرار يلا سالينا الماكله غنديرها كي باش افهم المهم الماكله عندهم لذيذة بزاف والاثمنه ديالها مناسبه الصراحه واو رائع ويعني الماكله كثيره كتشبع وكيشط عليك والاسعار ماشي خياليه اسعار مناسبه كنتم جربوا الاكل الهندي صراحه فريمون كنت كنسمعوا بلي المطبخ الهندي عندهم اكل والله الا فعلا الصراحه وعندهم اكل نظيف ونقي بزاف و يعني من دوك المطاعم النقيه وفيها الكان تاكل في خاطرك دير اللي بغيتي ما كاينش مشكل. هاد الناس خلاونا نصوروا لداخل يعني قالوا لنا ماشي مشكل خذ راحتكم صور اللي بغيتو وحنا صورنا داكشي اش قدينا. ايوا نتمنى يكون كتشوف في الكاميرا نتمنى تكونوا استمتعتوا معنا وعجبكم الفيديو واذا كان كيعجبكم حرج على الفيديو ما تنساوش تقولوا لنا في الكومونتير واقترحوا معنا شنو الاكل اللي تبغيو نجربوا نتاع اينا يعني اينا دولا اللي بغيتو نجربوا شنو الاكل اللي تنصحونا انه مزيان او انه زوين نجربوه ونجربوه معاكم خليوه لنا في الكومونتير يلا السلام عليكم